الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في كل مكان، ونبدأ معكم الرصد في استوديو 9 من قناة الفلوجة. حقيقة راح أبدي ويا الخبر العاجل اللي انتشر قبل أقل من ساعتين، وهو ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني، بأن السوداني وجه بتشكيل أي الهيئة العليا لمكافحة الفساد. هذا العاجل كما ورد في قناة الفلوجة، تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها، وبالتفاصيل بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، وبهدف مكافحة الفساد طبقا للمنهاج الوزاري بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة. شكلت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء تشكيلا استثنائيا بعنوان الهيئة العليا لمكافحة الفساد، بغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها. كما وجه سيادته بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات. ويترأس الفريق المدير عام في وزارة الداخلية السيد عبد الكريم عبد فاضل، ووجه سيادته بأن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 16/2/2022. يعني أنا شلون أفسر لكم إياها؟ على افتهمت أنا من بيان المكتب الإعلامي، شلون أفسر لكم إياها؟ بمعنى أنت مسوي هيئة نزاهة على هيئة النزاهة، هي هيئة النزاهة مهمتها مكافحة الفساد. يعني داخل هيئة النزاهة أسوي هيئة عليا لمكافحة الفساد؟ والله أنا شلون أريد، يعني أريد إداريا وقانونيا واحد يفسر لي إياها. يعني هي هيئة مختصة بمكافحة الفساد، يعني أنا أحط هيئة على هيئة حتى تكافح الفساد؟ شلون كان لكم مرة شعر مدري مثل بيجي معنا؟ طيب، ما هي الهيئة تقوم بواجبها، هيئة النزاهة تقوم بواجبها، أو أحل هيئة النزاهة وخلي هاي الهيئة الجديدة بدل عنها. ثانيا، شنو الفرق بين هيئة ولجنة؟ ما السنة الماضية تقريبا 2 حزيران مايو 2021 رئيس مجلس الوزراء السابق الأخ أبو هيا مصطفى الكاظمي سوى لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف. والله ما نجيب لي الصورة إذا عندك، بس حتى قرأ التاريخ بالضبط إيش قد كانت لجنة أبو رغيف. لجنة أبو رغيف عندك ما عندك؟ المهم هاي اللجنة بأربعة، لا والله أربعة مايو، يعني أربعة أيار 2021، لجنة لمكافحة الفساد بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف، تعتقل مدير شعبة استخبارات فوج طوارئ بغداد، تعرض تحقيق معه بقضايا فساد. طيب لجنة هذه، وإحنا كان تساؤلنا كمواطنين ليش أكو لجنة عليا لمكافحة الفساد وأكو هيئة لمكافحة الفساد اسمها هيئة النزاهة، وتحت أي باب قانوني؟ الآن هسه بدلنا اللجنة بأن سوينا هيئة داخل هيئة النزاهة لمكافحة الفساد، شنو الفرق؟ أنا كمواطن ما فاهم، يعني ما فاهم، يعني ال 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 وين نريد نوصل؟ طيب الآليات القانونية إذا مو فعالة نلغيها ونسوي آليات جديدة، يعني مو من خلالها، يعني مو من خلالها نسوي آليات أخرى، لا نلغيها نشيلها شيل ونسوي آليات دستورية وقانونية جديدة تتطلبها المرحلة. وياي الخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان. أستاذ فيصل، أنت ويا على الهاتف، حياك الله. شنو الفرق بين لجنة عليا وهيئة عليا تقييمك أستاذ فيصل؟ حياك الله. حياك الله أستاذ أنور. حياك الله. أنا أريد إداريا وقانونيا شنو الفرق؟ متفضل. نعم طبعا اكيد، يعني هو احنا اليوم نتحدث عن هيئه او يعني يجب ان يكون منصوص عليه بالقانون. يعني انا واحد من الناس اللي قبل فتره اقترحت
تشكل دائرة مختصة في مجلس الوزراء وبتشريع من نعم تفضل وبتشريع من 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 مجلس النواب أن تقوم بمتابعة أعمال اللجان المتخصصة للمكافحة. احنا عندنا أكثر من لجنة من هيئة المزاعة، هيئة الرقابة المالية، هذه الهيئات هذه شغلها هي تتابع عمليات الصرف، سواء كان الصرف صادر يعني دقق قبل أن يتم الصرف أو بعد أن يتم الصرف، فتكشف. قطع الاتصال يا شباب، عيدوا بسرعة. يعني أنا أرجع أقول إحنا إذا أكو مشكلة بهيئة النزاهة ترى مو غلط أن نحل هيئة النزاهة ونسوي هيئة جديدة ونسميها غير اسم. ها؟ مو هيك يفترض؟ لو هاي الأغنية مال الفنان الكبير شو اسمه ما يقول نخلي على الحراس حراس. زميل المخرج وانت 24 ساعة تسمع أغاني. حسام الرسام تحياتنا إلى نحط على الحراس حراس، يعني مهم يعني هم هيئة نزاهة، نحط لهم من داخل هيئة النزاهة هيئة عليا لمكافحة الفساد. ساف فيصل إذا رجع الاتصال وياك، ساف فيصل رجع الاتصال وياك، حياك الله مرة أخرى. بس ساف فيصل بس اشرح لي بس سؤال، شلون هيئة داخل هيئة؟ هيئة هي هيئة لمكافحة الفساد ونسوي من اسمها النزاهة ومن خلالها نسوي هيئة عليا لمكافحة الفساد. طيب هيئة النزاهة شنو واجبها؟ هو هذا اللي تحدث عنه، انه احنا اليوم عندنا الدستور العراقي وفق المادة 13 من الدستور يقول ان القانون الدستور هو القانون الأسمى والأعلى في البلاد، لا يجوز مخالفة، لا يجوز تشريع اي قانون مخالف لأحكام هذا الدستور. الدستور يعني اتضمن الهيئات الغير مرتبط او الغير مرتبط بالوزارات وعدد من عدها هيئه النزاهه، هيئه الرقابه الماليه، وشرح واجبات الهيئات الرقابيه الاخرى منها الرقابه البرلمانيه باعتبار ان البرلمان لديه واجبين، واجب رقابي وواجب تشريعي. عموما اذا اريد تشكيل هيئه جديده، طبعا احنا خلينا نعترف كلنا انه الفساد اكتمل انوف بالعراق، يجب ان يكافح. وكان هنالك اخفاق في هيئه النزاهه في عمل الهيئات الاخرى، لذلك محتاجين ان ندقق عمل هذه الهيئات. طيب يا فيصل، يا استاذ فيصل، شنو الفرق بين قانونيا واداريا بين انه كانت اكو لجنه، هم لجنه اقرها من رئيس مجلس الوزراء اسمها لجنه مكافحه الفساد بقياده الفريق احمد ابو رغيف، ونسوي هسه هي عليا لمكافحه الفساد يعني باداره مدير عام من وزاره الداخليه، الفرق القانوني والاداري بين مصطلح لجنه ومصطلح هيئه، يعني بالصلاحيات تختلف لو نفس الشيء؟ لا طبعا الهيئه قلت لك لحضرتك انه الهيئه تشكل بموجب قانون. يعني يجب ان تكون هنالك تشريع داخل مجلس النواب تشكل هذه الهيئه، يعني هيئه مستقله. لا بس هي حاليا مو مستقله، هي تابعه لهيئه النزاهه. نظام الهيئه داخل، يعني هو التسميه هذا يعني هو بامكان رئيس الوزراء، وانا حتى في وقتها كان اعتراض على لجنه ابو رغيف باعتبارها انه لجنه مكافحه الفساد واكو هيئه فساد، لكن انا سالت هذا السؤال في وقتها، قلت رئيس الوزراء من صلاحيته. طيب شكرا مره اخرى استاذ فيصل، كان ان شاء الله نلتقي قريبا. شكرا استاذ فيصل الخبير القانوني. ارجع اذكر انه من يطلع قانونا يجد بانه تشكيل هيئه عليا لمكافحه الفساد داخل هيئه النزاهه بها تضارب قانوني تقريبا واداري، يا اما نلغي هيئه النزاهه يا اما نسوي هيئه جديده. لكن اذا نسوي هيئه جديده بوجود هيئه النزاهه راح نرجع لنفس تجربه لجنه مكافحه الفساد اللي راسها الفريق احمد ابو رغيف بزمن الكاظمي. طيب شنو الجديد ان نسوي هيئه لمكافحه الفساد، هيئه عليا لمكافحه الفساد داخل هيئه النزاهه؟ قانونيا اعتقد الموضوع يحتاج لعوده الى مجلس النواب، ويحتاج لا يكون هناك يعني فقط للاعلام انه جاي نسوي شيء، لا مو جاي نسوي شيء،
لا، رئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يفترض أن لا يخالف القانون حتى يكون يمشي صح عدل. فنذكر بهذا هذا العاجل، أعتقد إداريا وقانونيا يراد لتبوي بصحيح. رجع له هذا العاجل أنه ما تشكيل لجنة عليه. في رصدنا أيضا حقيقة يعني من المؤلم، من المؤلم أنه كل الثوابت ضايعة عندنا. نحتاج أن نرجع إلى ثوابت الإدارة الصحيحة. في الإدارة هناك لا يوجد شيء اسمه تغليب العاطفة على تغليب المهمة الإدارية للمسؤولية. صح أنت تراعي حقوق الإنسان، لكن تراعي حقوق الإنسان كمدير وكمسؤول مو تراعيها عاطفيا، وإنما تراعيها بمبدأ العدالة والقانون. هاي خاف البعض ما فاهمها، يعني البعض للأسف من الهوش للماكنتوش مثل ما يقولون، جبنا منها حطينا مدير هنا. ما يصير هيك يا جماعة، ما يصير. هي مو هوسة، مو هوسة. العراق مثل ما تقولون عمره 7000 سنة، مو هيك طقطقوهن علينا من احنا جهال بالمدرسة. طيب 7000 سنة هي كوم تحجار وقلقامش وش اسمه انكيدو؟ لا، هي ثقافة وعلم وإدارة. وبالتالي هل من المنطق إداريا إذا صح هذا الفيديو، إذا صح هذا الفيديو أنه مدير تربية محافظة المثنى الله يرحمه انتقل إلى رحمة الله، هل يحق للموظفين يسوون مجلس عزاء ويقعدن يلطمن الحبيبات؟ ها الحبيبات يقعدن يلطمن بمكتبه؟ هذا على يا مبدأ يعني فسروا إياها إداريا. يما أنت يما عيني الحبيبات، على يا مبدأ سويت مجلس عزاء بمكتبه؟ يعني 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 هي محافظة المثنى وأهلها الكرام كل شيء توفر بيها، بس بقى تسوون مجلس عزاء داخل؟ لا عبالكم كل شيء غلط ممكن تقولون لا دي حرية، حرية على عيونك. الإدارة إدارة، مفهوم؟ الإدارة إدارة، ذني يتعاقب من يفترض وينجر إذانهم بالقانون، كل يسوي لهم تبويخ. الله يرحمه مات، روح نعزن ببيت أهله، بس قاعدة هذا 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 علم ودستور غصبا ما عليكم. لا واحد يقول لي والله حرية وباكر نسوي مجلس ونسوي مدري شنو وانت ضد شعائر، ايه ما قايل لك لا، بس احترام لها اماكنها ولها طقوسها. مو انت والله لازم تسويها فالتون، مو فالتون اخي، ايا كان الشعائر دينية واجبات اجتماعية لها اماكنها. فإن صح هذا الفيديو فحسبنا الله ونعم الوكيل بالعراق إداريا. شوف اللي يريد يسوي مجلس عزاء يسويها بالمكان الحق، واللي يريد يسوي مجلس حسيني او غيره بالاماكن المخصصه. احترموا الشعائر واحترموا الدوله اللي تحمي هذه الشعائر، بس فالتون لا عبالكم نقبل بعد، لا ما نقبل. هذا دور العراقي انه يشوف بلده محترم. هي مو بس ترى يطلعون ليش هيك، مو ايش هيك، اعترض يا عراقي. والمثابات الاجتماعية والدينية والأكاديمية إذا صح هذا الفيديو بمحافظة المثنى يفترض تعترض. أما وزير التربية اسم الله بالطبق بعده، ما كمل، ما صار 40 يوم. بالمقابل أنا أحيي وزير التجارة الأخ الأستاذ أثير داوس سلمان الغريري، ما تجيبوا له صورته؟ والله يا عمي هذا الشاب العراقي أثبت أنه قادر على القيام بالمسؤولية كوزير تجارة عند قوة اتخاذ القرار. إحنا نريد الوزير قادر على اتخاذ القرار، قادر على اتخاذ القرار لما يصير خلل، وما عند الحيم سرحة بالقانون، ما كل حيم سرحة، أكو قانون يجب أن يحترم. فسوى هذا الرجل، هذا الوزير العراقي
اللي نتأمل منه خير إن شاء الله. رجع لزم المخرج، رجع مدير المعارض ما أدري شو يسموه هاشم السوداني، رجعوا المنصبة والله لأن سوداني ورئيس الوزراء سوداني. ما كنتش منطق، وإذا رئيس الوزراء سوداني مع الاحترام لقبيلة وعشرة السودان الكرام، بس موظف وموظف، فلأنه رجعوه مدير عام للشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وحطوه مدير إدارة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، راح المعرض بغداد ذاك اليوم يوم 8 بالشهر، سووا له زفة ويغنوا له هاي الأغنية. والله أنا سامعها قبل، هذا الحلو شوكليته شفته حلو وحبيت، اي والله العظيم. ويهوسن يهوسن الحبيبات همية، شوف شلون يهوسن، شوف مدير عام ينطي شوباش وابو الزفه يغني له هذا الحلو شوكليت والحبيبات. شن يما استكنا، يما استكنا العيني، ترى انت الموظفات يا ابو، ها استكنا يما انت الموظفات وزاره التجاره والشن، يعني ما تسوي كمثل هذا، طلعت مثل هذا المدرس ما يقولها والشن عيب. احنا وين رايحين يعني؟ يعني ربان السفينه لازم يدلينا احنا وين رايحين. اكو 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 لوثه عقليه ترى عند البعض صايره، يعني صايره هيك فالتون. زين يما انت ما تهوسين ويطلع هذا الفيديو والناس جاي تصورك، اذا من الزوجه رجلك شو تقول لي له؟ ابنك شو تقول لي له؟ بنتك شو تقول لي لها؟ يا اذا ما من الزوجه امك شو تقول لي لها؟ ابوك شو تقول لي له؟ لا بسوي تهوسين، استكنني عيني وعقلا واهتمن بشغل كان صحيح. أما هذا الأمر ما فات بمرور الكرام، بأقل من 48 ساعة وزير التجارة هذا الشاب البطل قال لنها خدمات، شوفه 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 وزير التجارة، عافية علي عافية علي عافية علي عافية علي، وثلاث مرات. اي والله هيك سلطة قرار حتى يصير احترام، ماكو والله انت وذا سوداني اخويا، ماكو هيك حكي، شلون تقبل الشكل وتوزع شوباش وتبقى مدير عام له شنو انت؟ فشاله، فعافية عليه الوزير أثير الغرير والنعم منه، رجع لي أصدر أمر، أصدر أمر خلاص انهاء التكليف، شوف الأمر، فعافية عليك. ما قال والله هذا قرايب رئيس الوزراء، لا عمي ما بيها قرايب، بيها مسؤولية. ايش بيك تخاف تطلع الكتاب التشبيه كثير؟ طلع الكتاب خليه خليه يشوفونه انها تكليفه. وقال لها الزهره شيبان حمادي مدير عام الشركه العامه للاسواق المركزيه، انت تقومين بمهمه اداره المعارض والخدمات التجاريه العراقيه اضافه الى مهام عملك،
بس يا زهرة يمه يا زهرة مهم نشوفك تهوسين ده زمن التهويس خلونا زمن شغل إدارة صحيح هذا العراق يابا العراق مو لعبة شعاب يعني بالمقابل يعني أنا أوجه رسالة من مواطن عراقي من خلال استوديو التاسعة إلى وزير التجارة الأستاذ أثير الغريري هم رجع صورته أرد أوجه له رسالة خلي يشوفون صورة خاف مكتب الإعلامي الأخ محمد حنون أخ محمد حنون يا محمد حنون يا أبو عود هذا الخبر وصله وهذه الرسالة وصلها لوزير التجارة الجائزة المخرج مثل ما شفناه قوي يا وزير التجارة باتخاذ القرار المناسب وإنهاء تكليف أي واحد يتساهل بالمسؤولية نريد نفس قوة القرار بتوفير السلة الغذائية للمواطنين بتفعيل البطاقة التموينية أن لا يكون فقط وعود وإنما تكون هناك خطة مدروسة وفاعلة من خلالها يتم تفعيل مفردات البطاقة التموينية ممكن واحد يطلع يقول لك يا أخوان ما احنا نخصص مثلا 4 مليون دولار 5 مليون دولار وهذا تدري يا دوب نقدر نجيب بها فلان شي وفلان شي وفلان شي شوية منا لا أنا أريد أقول لك يعني كمواطن همين استقصينا الشارع ودرسناها نقدم لك يا سيادة وزير التجارة من خلال استوديو التاسعة خطة منطقية أخي الوزير من حقك كوزير تجارة ومن خلال هيئة الرأي في وزارة التجارة أن ترفع توصية وأن تتناقش بمجلس الوزراء وأن يتخذ قرار بحقها وهو أول شيء اللي راتبه فوق 1,000,000 دينار أو خلينا نقول يعني بين 1,000,000 و1,500,000 قريب 1,000 دولار يا أخي اقطع عنهم البطاقة التموينية خلي أكمل تفهموه هذا الراتب فوق 1,000,000 يقدر يعيش يدبر حاله يعني ما محتاج البطاقة مثل اللي راتبه 100,000 و200,000 ورعاية اجتماعية ومتقاعد 400,000 ما يقدر فاللي فوق 1,000,000 اقطعها عنه هذا واحد حتى يصير العدد عندك أقل تقدر تهتم اثنين عندك الآن طبقة صارت من المليارديرية والتجار ومن هم اقطعهم عنهم اقطعها عنهم اللي عنده إمكانية إنه يعيش فوق 1,000,000 قد يوصل إلى 10 ملايين و20 مليون بالشهر هذا ليش أعطي بطاقة تموينية وأنا أتحمل إنه أجيب سلة غذائية سيئة من ناحية النوعية حتى أوفي العدد هذا هم يقلل لك العدد ومقترح ثالث الموجودين برا اللي صار له 5 سنين و6 سنين و7 سنين و10 سنين و16 سنة مثلي وغيره خلاص هذا إذا عائلة ما عنده في بغداد وفي العراق تحتاج البطاقة هم مقطعها المتمكن برا والعايش برا بس إذا اتخذت هيك توصية لازم تسوي استقصاء حقيقي حتقول لي زين مو النسب ما نسب شلون أجيبه من زمن النظام السابق أفضل استبيان لعدد السكان وتوصيف السكان من ناحية الإناث ومن ناحية الذكور ومن ناحية عدد العوائل كانت موجودة في وزارة التجارة فأكيد اليوم كل الملفات موجودة كلها موجودة بهاردات في وزارة التجارة يقدر تسوي لك لجنة متخصصة ما يأخذ لهم 30 يوم لجنة متخصصة تجرد لك اللي أكثر من 1,000,000 يا أخويا هذا يقدر يعيش نفسه بس الأقل من 1,000,000 اللي هم الفقراء المعوزين اللي ما عندهم دول صاروا قبل كانوا يسموهم الطبقة الوسطى هسه صاروا الطبقة الفقيرة وما أدنى من الفقر دول من توفر له سلة غذائية متكاملة بنوعية جيدة وزيد النوعية من ناحية العدد ومن ناحية المضمون من تطي سلة غذائية هذا ما يضطر يبيعها إنما يعيش بيها لكن اللي عنده فلوس والغني يقدر ما يسوقها يقول لك شو سواني بذني أروح أجيب أحسن نوعية أجيب النوعية الفلانية بس هذا الفقير من الزيد للبطاقة مالته حيعيش باحترام وحتعيد الطبقة الوسطى للمجتمع اللي هم المدرسين والمعلمين والمتقاعدين والعدهم مرضى فسوي لجنة متخصصة واشتغل على هالموضوع حتى يقل عندك العدد في نفس الوقت تزداد عندك الإمكانية أن تقدم سلة غذائية نوعية للمواطن
أتمنى أن تدرس هذا المشروع وأن تتخذ به خطوات يا أخ وزير التجارة، وأشوفك اليوم نماذج من اللي رصدناهم باستوديو التاسعة من آراء المواطنين المتسوقين. هاي قبل ساعة شوف استوديو التاسعة أنور الحمداني، لو كان هسه موجود وزير التجارة يتجول بيناتنا احنا كمواطنين وانت كمواطنة عراقية، شنو ممكن تطلبين منا إضافات على الحصة التموينية؟ حصة تموينية وينها خالة؟ هو شهر يطونه وشهر ما يطونه، حصة تموينية ماكو، ما عندنا، شهر يطونه وشهر ما يطونه. اكو ناس تقول قليلة المواد اللي موجودة بيها. اي قليلة، احنا كلنا نشتري من برا. شنو النقص اللي بيها؟ ممكن مثلا التمن احنا ما ناكله هذا نشتري غيره، الزيت يعني همينا نشتري مو هذا زيت نشتري غيره، زيت الزيتون، يعني اكو هواية اشياء. شاي؟ الشاي نشتري، كلنا نشتري عيني خالة. بيض؟ بيض نشتري. جبن كله نشتري. كلها تريدونها هاي؟ اي لعد ليش، احنا همينا مواطنين من حقنا، خليه يوفرونا، ما يعطونا مواد، خليه يعطونا مكان البطاقة فلوس على البطاقة التموينية، كل عائلة يعطوها مليون، مو اكو هيجي مشروع قالوا بعد ما نعرف. هلا وهلا وخالا. تجارة بيناتنا احنا كمواطنين وتشوفين وزير التجارة موجود هنا بالسوق، شنو ممكن تطلبين منا اضافات على الحصة التموينية؟ هي كلها بها نقص الحصة التموينية. أيه. علي هو يحط لنا الصابون، الشاي، بعد شغلات اكو هواي ناقصة يعني. البيض يقولون، الجبن. بيض الجبن على هو والله. التمن زين؟ التمن لا مو زين. كله دم بيعه، حتى دا ياخذوا بربع دينار. اي زيت هذا الشهر زين، بذاك الشهر مو زين. ليش مو زين؟ مو زين لان بريحة مو طيبة، حتى من يريدين بيعه ما حد ياخذه. اي والله. وبعد شنو اضافات تريدون؟ والله علي هو كل شيء يوفرون المواطن. شاي، صابون، بعد شنو قلت لك؟ بيض، دجاج، كان قبل وين؟ زمن صدام اشكال كان يعطونه. كنا نبيع وزايد عندنا، هسه ماكو كل شيء. قمنا احنا نشتري. مريض ما مريض ما تبلد من عندنا، احنا برنامج استديو التاسع، شلونك؟ هلا وسهلا. لو كان هسه وزير التجارة قدامك هنا بالسوق. نعم. طلب منا زيادة بالحصة التموينية. والله الحصة التموينية أساسا كليتها قليلة وشغل ماكو، والناس كلها تدور على عمل، فش ينطي الوزير التجارة هو قليل، لأنه أكثر الناس أو أكثر الشعب هو لو تلقيها أرملة، لو عندها مريض، لو عندها مقعد، لو داير بيها الزمن وبحثة وما إلها أحد. شقد المفردات هسه اللي تتوزع بالغذائية؟ والله هي تتوزع بين شهر وشهر، ومرات لو ندري بها لو ما ندري بها، يعني جدا قليله. واللي محتاجين شنو بيها اضافه؟ منظفات غيرها؟ والله من ضمنها المنظفات، ومن ضمن حتى كان قبل اكو بيض، اكو دجاج، يعني الناس شاي. تقدر تشتري الضوق، شاي مثلا، بعض الامور هوايه يعني الناس محتاجها الشعب. هسه ما اكو هسه كلها لغت. إذا كان موجود هنا وزير التجارة تطلب منه هاي الطلبات؟ أي كلها أطلبها من عنده، لأنه الشعب وعازة إلها، مو كشغلة فردية، وإنما هاي الشعب دايريها. شكرا. هسه لو أنت أم عراقية، والأم العراقية نعرفها تحب الغذائية، من تجي نهاية الشهر تستلم الغذائية، إذا كان هسه موجود هنا وزير التجارة، شنو تطلبين منه إضافة على الحصة التموينية؟ والله أريد الزيت همشي، يعني بطش زيت شهر كامل. كل نفر كل نفر شرفك هو يكفي بين يوم ويوم، كفي لك الله ناخذ 2.5 ب3. صحيح. زين والتموين على الله بينا، خيبا على الشعب شوي تفتون. ناجدي وزير التجارة وينه؟ ناجدي من خلال برنامج ستة التاسعة. ناجدي طبعا، ناجدي خي زيت المواد الغذائية يبع المواطنين. شنو بعد فقير أساس؟ أنا مهددة بلاصقات بالشيلة، أفصل شي طلية لا أنطيب 400، أقول الشيلي ما أريد البيت مالتي، وأنا روحاني واحنا الدنيا تامه، وابونا مجروح مريض. شنو اضافات تريدين؟ اضافات تريدين فوقها الزيت؟ والله انا بالنسبه حتى يعني راتب ما عندنا. صحيح. الله شاهد حتى قاعد ما عندنا، ويعرفون كلهم رجي كاسب، يعني بيوم يوم يوم ناكل عيشتنا، فقير وين يروح الى الله؟ مو خلي البال علينا شويه، تفتون علينا ان شاء الله، على هاي الشعب التعبان ان شاء الله. زين اشكرك ابوي. خلي نشوف الحجية. السلام عليكم، شلونك؟ يوم شلون صحتك؟ اليوم اذا كان هسه موجود هنا وزير التجارة يتجول بيناتكم، شنو ممكن تطلبين منه اضافة على الحصة التموينية؟ شنو النواقص اللي موجودة عندك انت اليوم كمرأة عراقية؟ كل شيء نقص عندنا. مثل ايش؟ عددي لي مثل
مثل الشاي، الشكر اللي قللوه زين عيني، اي الصابون، الزيت همنا ترى زيت ما ذا يكفي، بطل واحد اي بطل واحد يعني شي يكفي هذا الشهر كله. تمن التمن عادي، التمن همنا كل شيء. شلون التمن اللي يجيكم؟ والله يعني شنو شلون التمن تعبان يعني، قبل يمكن كان حتى صابون وشاي، صابون وشاي وحتى جبن، حتى يعني بيض كان يوزعونه يعطونه زين، الحليب مال الكبار مال الصغار، حتى مواسه مال الحلاقه كان يعطونه، كل شيء كان يعطينه. 16 ماده ما ادري اكثر من 16 ماده كانوا يعطونه. هسه وينها؟ وين الحصه؟ وينها؟ يعني فقير شلون يعيش؟ ما تقول لي زين. خلي نشوف الاخت. السلام عليكم. عليكم السلام. لو كان هسه وزير التجاره موجود بيناتكم يتجول، شنو تطلبين منه انت كأم عراقيه تنتظرين الوجبه الغذائيه كل شهر؟ يحسني للحصه، يعني ينطي رز بخير حتى لا نشتري تجاري، زيت ريحته تلعب النفس، نضطر نشتري النوعية الزينة لأن طعمه جدا ما طيب وريحته تقتل الكتل زين. شنو بعد مواد؟ يعني دي يكثرون بأشياء البقوليات، حمص، عدس، يعني دي يطون بكمية هائلة، هي مو بس هاي العائلة العراقية تحتاج، أكيد تحتاج أكثر. المعجون يعني نقول الحصة زينة تحسنت للأمانة، واحد يحكي أحسن من قبل. حسنت؟ طبعاً الحرام واحد يحكي أمانة الله زين، لكن النوعيات رديئة مو كل الزينة. تريدون إضافات؟ طبعا أكيد. شنو مثل إيش؟ عدديني. مثل ما قالت الأخت، شوية يزيدون الشكر، شوية يطون زيت بخير، خلي يضيفون فشي ويا، ممكن كل عائلة في الطبقتين بيض شاي. لا والله شاي منتهين منه. منظفات قبل كان حتى منظفات؟ لا هاي سهلة، الأم العرا مو لهالدرجة ترى، الحمد لله إحنا هالخير يعني عادي، الاشياء بسيطه نقدر نشتريها، لكن يشيلون من عاتق العوائل اللي اعدادهم كبيره، يحسنون المواد وينطون مواد زينه تستفاد، مو تطلع الام تبيعها بالسوق بفلس ونص حتى تجيب شيء احسن، ما سووا شيء يعني. تناجدين من خلال برنامج استوديو التاسع والزميله انوار الحمداني، تناجدين وزير التجاره؟ اي والله اناجده يحسن، يعطي الحصه زين ويحط اضافات بيها، ويعني هي مو مشكله بالحكي، المهم الافعال. يا ما حكوا قبل وزراء ما، لكن بس انت قلتي للامانه هسه زينه. لا زينه صار لها شقد زينه؟ والله تقريبا صار 5 اشهر زينه. اي زينه زينه، لا زينه، تمن معجون يطون زيت، اكو عوائل يعني اكتفت ما اشترت، لكن اقول لك اشياء يحسنوها يعني يضخموها علينا بالحمص والعدس، هاي كان برمضان تمشي امر، لكن هسه لا. شكرا جزيلا. العفو. ام العزيزه اي مقترح يفترض تكون لجنه تخصصيه. انا ارجع اقول ليش هو احنا من دعينا هذا المقترح، وقلنا مثلا انه اللي راتبه فوق المليون او يابا قريب $1,000 يقدر يشتري من السوق. ليش؟ اذا انت جيت للطبقات الافقر يعني هل راح تزيد الاسعار؟ لو تقل راح تقل، انا اقول لك راح تقل، لان انت راح جاي تغني الفقراء تخليه تقول له هذا توفرت لك. بالمقابل وفر اسلوب جديد يشبه الاسواق المركزيه السابقه، ما اعرف عاد شلون تسويها، انه اكو اسعار تعاونيه. يعني هسه انا مثلا مرات كنت فتره انا والدكتور علي نمشي بالسياره، فسالته قلت له دكتور هاي شكو ذولا واقفين؟ قال لي البلديه في اسطنبول بمنطقه من المناطق حاط مطاعم، اللي يريد يشتري مثلا انت بدل ما تكلفك الوجبه 40 ليره فاللي ما عنده يقدر يشتريها بخمس ليرات، يسوي له يقدر يطلب وجبه اكل بخمس ليرات. انت يا اخوي فعل، تعلم همين من تجارب الاخرين، فهذا راح يساهم بانه السوق يستقر واسعاره تستقر. فاذا سعر الكيلو او سعر لتر الزيت مال الطعام هذا شو اسمه ب 3000 يجوز يصير ب 750، المهم يستقر السوق. لكن هالطريقه طريقه غلط، انه احنا نضطر شويه 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 ونأذي الناس كلها. لا، الفقير المتأذي مو اللي جاي يشتغل. اما شلون هاي لجنه متخصصه هي تضطر راي، مو احنا وجهه نظر قدمناها كمواطنين، بس اكيد اكو مختصين هم يدرسوها. ولهذا وياي واحد من المختصين وهو الخبير الاقتصادي الاستاذ نبيل جبار لعلي، اللي انا حقيقه افتخر عندنا هكذا شاب برؤيه اقتصاديه متفتحه وقادر على ان يقدم ما ينصح الناس وينصح المسؤول، وقادر أن يقدم رؤية يجب أن نستفاد منها ويستفاد منها وزير التجارة وتستفاد منها الحكومة وكل المراكز التخصصية. أستاذ نبيل، سعيد أن ألتقيك باستوديو التاسع، حياك الله. حياكم الله أستاذ أنور،
تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، وايضا شكري وتقديري لك ولكلماتك ولمجاملتك ايضا، شكرا جزيلا. والله يا اخوي ما عندي مصلحه حتى اجاملك، انا ده احكي لي بقلبي، انا كل واحد اقرا من خلال متابعتي له وبافكاره، وانا احترم عقل اللي يفكر بعقله احترمه، لانه الان الزمن زمن عقول، عقول اللي تفكر. فانا حقيقه ما احب اللي يكتب بس يعني او يحلل تحليل عام، وانما يكون تخصصي. فانت من الذين يتحدثون بتخصص. الان لو البطاقه التموينيه نريد نفعلها، احنا من الناس اقترحنا انه يا باللي راتبه فوق المليون قريب الالف دولار يعني نقطعها عنا نعطيها للما عندهم. انت بهيك رؤيه واحد من المقترحات، انت شنو المقترح اللي تشوفه صحيح يجب ان يعمل به وزير التجاره الحالي اثير الفغيري حتى يوفر سله غذائيه متكامله؟ نعم. تفضل. نعم شكرا لك. طبعا هو قضية حجب البطاقة التموينية عن مرتفعي الدخل هو هذا مشروع قائم يعني موجود منذ سنوات عدة يعني، لكن مدى تطبيقه يعني تدري على الموظفين، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم بياناتهم واضحة بالنسبة للحكومة، موظفين معرفة رواتبهم ذولا مقصين عنهم البطاقة التموينية. عن اللي عندهم شركات مسجلين بالدولة، عندهم شركات أو مساهمين في شركات أو عندهم أسماء محجوزة في غرفة تجارة بغداد أو الغرفة التجارية في المحافظات، ذولا من الناس اللي محجوبة عنهم البطاقة التموينية. حسب معلوماتي يعني اليوم البطاقة التموينية تشمل 28 مليون عراقي فقط، يعني هذا يعني حسب معلوماتي عن وزارة التجارة، يعني ما أعتقد هي تشمل أوسع، لكن هو ممكن تشمل سنويا إضافة يعني مليون شخص، باعتبار يعني أكو يعني حجم الولادات هي تقريبا مليون فرد يعني سنويا. فهذا الموضوع. لكن إذا اسمح لي أستاذ أنور أقدم لك فد موجز عن البطاقة التموينية. يعني البطاقة التموينية يعني استذكرها العراقيين أيام التسعينات، هذه اللي إجت يعني بعد القرار الأممي الخاص بالغذاء، النفط مقابل الغذاء، فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة كانت على العراق. هذه يعني ساعدت العراقيين كثيرا في تجاوز تلك المحن يعني أيام التسعينات. ما بعد 2003 استمرت البطاقة التموينية، لكن العقلية الحكومية أو العقلية السياسية بدأت تفكر يعني بمحاولة تقليصها تدريجيا، يعني على يعني ووضعها في خانة جديدة. يعني كانت في التسعينات هي حق عام، يعني تشمل الجميع، الكل ياخذ بطاقة تموينية، الغني والفقير الكل له حق من هذا النفط العراقي. لكن ما بعد 2003 بدأ التفكير انه هذه تصير هي حق يعني او هي اشبه بالمنحة ومنحة المساعدة لمستحقيها، وبدأت المحاولات تقليصها تدريجيا. موازناتها كانت مختلفة، لكن نتحدث عن السنوات يعني خلينا نتحدث قبل 2014، كانت موازنات البطاقة التموينية تقارب 5 تريليون دينار سنويا أو تقارب 5% من الموازنات العراقية. وبدأت يعني يحاولون المسؤولين يخلوها نوع من أنواع أو القائمين على الحكومات يعني يقلصوها تدريجيا، يعني تقلصوها تدريجيا يعني لرغبة بهذا أنه يعني شبه إنهاء هذا البرنامج مستقبلا، على يعني على اعتبار أنه العراقيين ممكن يعتمدون على أنفسهم دون الاعتماد على البطاقة التموينية. اللي صار ما قبل 2020 أو ما قبل 2021، البطاقة التموينية رغم وجود التخصيصات بطاقة التموينية شبه مفقودة، يعني ما كانت الناس تستلم بطاقة تموينية، مفردات بطاقة تموينية، أو تستلم مفردات سيئة جدا رغم وجود التخصيص. يعني التخصيص موجود بالموازنات ويصرف هذا التخصيص، لكن كان مشروع البطاقة التموينية جدا سيء خلال الفترة ما قبل 2021، يعني السنوات تقريبا، يعني العائلة العراقية لو تستلم 3 شهور أو 4 من مفردات البطاقة التموينية، لو ما تستلم ويا تستلمها هي تستلمها يعني يعني مفردات جدا محدودة، باستثناء الطحين اللي هو تقريبا يعني كان مستمر 9 أشهر خلال السنة، يعني يسلمون 9 حصص خلال السنة. في سنة 2021، وهذه قضية يعني ممكن هي يعني إيجابية بالنسبة لحكومة الكاظمي، استطاعت حكومة الكاظمي أن توفر أو أن تعيد تنشيط البطاقة التموينية، وقدمت مفردات، وهذه المفردات يعني قدمت ما يقارب 9 أشهر من المفردات بديلا عن ما كان سابق، وتحسن واضح في قضية
المفردات المقدمة خلال سنة 21 واعتقد جزء من سنة 2020 أو نهاية سنة 2020، يعني خلال فترة توليه الحكم أو توليه الحكومة. وحتى في سنة 22 يعني العفو صارت شوية بعض الإرباك في قضية السنوات، في سنة 22 استلموا الناس ما يقارب الحصة التاسعة تقريبا، يمكن هالأيام بيستلمون الحصة التاسعة، وفي سنة 21 استلموا أكثر من 6 حصص، وفي نهاية سنة 2020 يمكن استلموا حصة أو حصتين، وتشمل يعني تحسن واضح كان في المفردات في ظل استخدامهم لنفس التخصيصات. بمعنى آخر أنه التخصيصات قبل حكومة الكاظمي كانت تروح، يعني كانت تروح في ملفات فساد يعني، وفي فترة حكومة الكاظمي شهدت نوع من أنواع التحسينات رغم وجود الملاحظات، يعني رغم وجود الملاحظات في عمل كيفية وإجراءات التعاقد اللي صارت في زمن حكومة الكاظمي، لأن صارت يعني تعاقدات مباشرة محددة لصالح شركة معينة تعاقدت بالشراكة مع شركة التجارة، يعني شركة تجارة المواد الغذائية تابعة لوزارة التجارة، وسوت هذا الجوينت فينشر اللي يعني وفرنا مفردات، لكن احتكر هذا السوق لصالحها. المشكلة في نهاية تفضل حتى نعم. عندي تعليق استاذ، المشكلة في نهاية 2020 نعم تفضل نعم في نهاية 2020 او قبل نهاية هذه الحكومة حكومة الكاظمي شرع قانون الامن الغذائي. تم تخصيص بحدود 9 تريليون دينار للبطاقة التموينية ومفردات البطاقة التموينية، في حين كان سابقا يتم تخصيص فقط 4 تريليون، يعني اكثر من ضعف هو تم تخصيصه للبطاقة التموينية. يعني هذا كان يعني انا اعتقد رقم كبير جدا يعني، ولليوم احنا ما شفنا يعني اثر واضح لهذا القانون ولانعكاسات هذا القانون وحجم هذه الاموال اللي راحت باتجاه البطاقة التموينية، يعني اموال كبيرة راحت وبالتالي احنا يعني ما شفنا حقيقتها وين. في 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 ظل حكومة السودانية ما اعتقد هناك يعني ضمن منهاج الوزاري اللي يعني تقريبا هو اشبه بالخارطة الطريق، ماكو وضوح لعملية يعني شكل البطاقة التموينية، هل ستسير بنفس المسار اللي صارت عليه حكومة الكاظمي ام هناك نوع من انواع التحسينات او شنو راح يصير بالفعل، هذا لحد هسه مو واضح. استاذ نبي اذا سمحت نعم. ناخذ واحدة. أول شيء يعني حكومة السوداني هي مجبرة أن تقدم الخدمة للمواطن ضمن الخدمة الجانب الغذائي، هاي واحدة إذا تسمح لي، إداريا وقانونيا هي هالشكل، هي جاية تحت عنوان أقدم خدمات، هاي واحدة. اثنين، البطاقة التموينية من صارت بالعراق كانت لها ظروفها بعد 1992 والحصار الظالم اللي انفرض على العراق، لكن قبلها احنا عشنا طول عمرنا من تأسست الدولة العراقية الى 1992 الى هي تقريبا شكلت البطاقة بزمن الله يذكره بالخير الدكتور محمد مهدي صالح، على ما اعتقد تم تطبيقها شهر 11 1990، تم تطبيقها يعني لانه ورم او يعني هو بين ما اتخذ قرار مجلس الامن مع الحصار الاقتصادي تقريبا 17/8 هيك شيء، يعني تمت الخطوات اعلنت اعتقد بدت كابونات صغيره انه راح تصير يابا بطاقه تموينيه غذائيه وبنزين ونفط ابيض لان جاي راح يجينا الشتاء، هالشكل كانت الخطه في 90. قبلها احنا كنا معتمدين على شنو؟ معتمدين على خطوه متقدمه بالنسبه للدول الاشتراكيه هي الاسواق المركزيه اللي بمعنى المولات، بمعنى المولات حاليا اللي استخدمتها الدول الرأسماليه، بس الاسواق المركزيه انت تجي لك والجمعيات التعاونيه، اذا تتذكر الجمعيات التعاونيه بكل منطقه اكو جمعيه تعاونيه كل شيء بيها وباسعار منطقيه. طيب انا الان اذا اريد امام شعب من 40 مليون اريد اوفر بهال 9 تريليون المنطقه 9 تريليون ما راح اقدر اوفر للكل، طيب انا ليش انا اذا اتعامل ويا الكل المظلوم، يعني اذا انطي الغني مثل ما انطي الفقير الخسران هو الفقير، ليش ما اسوي جرد حقيقي واهتم بالفقير بس، والغني اقول له اخوي تعيش نفسك، انا خليني احيي الطبقه الوسطى بالمجتمع خلي احييها حتى الغي الفوارق. تقديرك تفضل. نعم يعني طبعا عمليا الجهات الحكومية لا تمتلك بيانات واضحة عن ليش؟ يعني عن كل واحد ايش قد ايراداته. ليش يعني انا والله راح اكشف سر. تدري لو ما تدري عام 2003
القوات الاحتلال الأمريكي صح منعت الوصول إلى وزارة النفط، لكن أخذت بيانات كل العراقيين كليتنا كشعب من أصغر مولود إلى يوم 9/4/2003 إلى رجعت إلى الستينات والخمسينات، منه على قيد الحياة إلى اللي مواليد الأربعينات والثلاثينات، أخذتها على هاردات وديسكات من وزارة التجارة، واللي سلموا المياه اللي كان مدير الإعلام مال وزارة التجارة، هيك أحكيك إياها. أخذت كل بيانات الدولة، بذاك الوقت عندنا بيانات دولة، هسه ما عندنا بيانات بوزارة التجارة منطقياً. لا لا عندنا. لا استاذ انور اذا تسمح لي، انا اقصد انه اذا تراد تصير تسوي نوع من انواع التقاطع بالبيانات، هي ايش تملك بيانات؟ تملك مثلا عندها 4 ملايين موظف، قصدي 4 ملايين موظف، هاي ال 4 ملايين موظف تسوي فلتره من اللي ياخذ مثلا فوق المليون راح تعرفهم، راح تزود بها بطاقه تومينيه، هو هذا اللي يصير. تملك مثلا مسجل الشركات، من بمسجل الشركات؟ اسماء اصحاب الشركات والمساهمين بها كلهم دا تعتبرهم، دا تسوي لهم نوع من انواع الاعتبار انه ذولا يتقاضون اكثر من مليون دينار. صح. يعني ذوي دخل عالي ومرتفع، وتعطيهم البطاقه التومينيه او لوزاره التجاره، هو هذا اللي يصير فعليا حاليا. دا يصير تروح مثلا على اتحاد يرحم والدك، وين جاي يصير البطاقه الان؟ لا لا. ما جت تمنح الناس. لا لا. وتمنع لا لا. الناس لا لا، الكثير من يعني من الناس محجوبه بطاقتهم. يعني اني من 2008 اسست شركه، من 2008 وراء اشهر يعني من تاسيسي للشركه انحجبت بطاقه التومينيه من 2008 على الحد. انا شخصيا 2008 اسست شركه، اشهر معينه انحجبت بطاقه التومينيه، فهذا العمل موجود بي جزء بي خلل بهذا، لكن حتى انا معلوماتي عن طيب على اساس لين اسس الشركه؟ عفوا، شنو السياقات اللي اعتمدوها وياك؟ يعني حتى ناخذ السياقات العامه، كل واحد ياسس شركه على راس مال الشركه اللي اسست عليها، هو المقياس؟ لا، هو اعتبره انه ما طول مؤسس شركه انه هذا هو شخص من ذوي الدخل المرتفع، اذا هو ممكن. لا بس لازم يعرف راس المال. راس المال هو اللي يحكم. رأس المال اكيد هو هم مرتفع، اكيد رأس المال كان مرتفع. فلهذا تحجب عنه. فالقصد يعني ليش لا؟ الله يزيدك ويبارك لك، بس تحجب عنه. فالقصد انا وياهم في النقطة. القصد انه البيانات اللي تقاطعها الحكومة او وزارة التجارة هي مع الافراد اللي عندهم بيانات، الافراد مثلا اصحاب المحلات، اصحاب اللي ما عندهم بيانات مع الحكومة، ذول هي ما تعرفهم، يعني ما تعرف الحكومة، ما تقدر تقيم انه هذا، او وزارة التجارة تقيم انه هذا صاحب دخل مرتفع او حتى يعني ما عنده دخل. هسه حتى في قضية الرعاية الاجتماعية، الكثير من يعني ممكن أصحاب المحلات أو أصحاب الأموال هم مسجلين بالرعاية الاجتماعية، يعني هو ما عنده قيد آخر لدى الحكومة، يعني ما مثبت نفسه كقيد آخر لدى الحكومة حتى تفرز إنه تقول هذا هو، هل هو صاحب أموال فعلي أو لا. يعني هو نوع من أنواع الاحتيال اللي يقوم به بعض الناس للأسف باتجاه يروحون لقضية. طيب يا أستاذ نبيل، لعد لو يجي استغفر الله، لو الله سبحانه وتعالى الآن يحيي النبي موسى عليه السلام، أو يحيي النبي يوسف عليه السلام، يقول له يا يوسف اذهب للعراقيين وكن أنت وزير الاقتصاد والمال، هم ما يحلها إذا الشعب يقشمر على نفسه ويزور، وما يصير، هم لازم شعبنا هم يفهمها. يعني إذا شعبنا يدعي الفقر هو عنده، فهي ما لها حل، من يحل لك إياها بيك حال؟ ما تنحل، ما والله لا يعني السودان هو ولا غايب ولا غايبة ما تنحل. أي لا هو فعلا لا السيد السوداني ولا غيره. مستحيل. في غياب وجود البيانات، وجود الأدمتة، وجود لا وجود المصداقية، والله وجود المصداقية، وجود إنه الشعب لا يحترم نفسه، لازم أكون نماذج بشعبنا ما جاء تحترم نفسه. يعني إذا هو عنده ويدعي الفقر، هذا شو تنحل يا شحلة بصراحة؟ والله الكثيرين عن حسب معلوماتي، الكثير من يعني من الأشخاص مصيبة، يعني دول يأخذون أكثر من راتب ويحتالون على الناس ويحتالون على الدوائر، في بالتالي هم ماخذين حق الفقير وحق اللي محتاج فعلا، أو حق اللي حتى على مستوى الوظيفة. يعني هسه الناس لها حق إنه تشتغل أكثر من وظيفة، لكن أنت متعين في مكان معين وتحاول تفرغ نفسك أو يبصم صديقك بمكانك وغيرها من الإجراءات حتى يروح يأخذ شغل آخر ومحتكر الشغل الآخر، حق العمل مشروع، لكن يعني في بعض الأحيان قد تكون يعني هناك طيب نوع من أنواع التضامنية الموجودة. زين، سؤال أرد أسألك سؤال أستاذ دبيل ودليني، يعني أنا لو افترضنا يعني قرر رئيس الوزراء بتوصية من وزير التجارة وبلجنة مختصة أنه يابا
هيك أريد أسويها وأتحمل مسؤوليتها. تلغى البطاقة التموينية بدالها أعزز السوق بالبضائع. شو يصير؟ شو ردة فعل ممكن يصير؟ تلغى نهائيا. شو ممكن والله يصير؟ وأعزز والله التسعة تسعة تريليون وحطن بالسوق. شو يصير؟ والله والله أنا والله العظيم أنا هذا رأيي، يعني إحنا يمكن تلاقحت الأفكار مالتنا. هذا هو رأيي، إنه أنت هذا مشروع البطاقة التموينية هو مشروع فاسد مهيمن عليه مجموعة من العصابات أو مجموعة خلينا نقول من المحتكرين، التجار المحتكرين. يعني هو من يقدر يجهز وزارة الوزارات بعقود في 100 مليار دينار على الأقل، يعني كل عقد 100 والميتين، هذا هو منحصر بمجموعة محددة من التجار. فإذا نجحت حكومة ما بعملية يعني ضبط هذا العقد أو العقود، تجي الحكومة وراها ممكن تفلت الموضوع. فالأفضل هو العودة إلى المنح النقدي، يعني بديلا عن المواد تمنحها نقديا. وانت تخيل كذا تريليون راح ينزل وين؟ ينزل للشارع الأسواق، وهذا النزول للشارع يعني بمعناها يغذي الأسواق، يغذي الحركة التجارية. من يغذي الحركة التجارية؟ يعني تتوفر وظائف، يعني تخيلوا يعني تتوفر وظائف، تتوفر تزيد من تنشيط الحركة التجارية وتقلل الاحتكار. يعني بدل لا كم شركة محتكرة الموضوع وتربح المليارات، وين راح تروح الأموال؟ راح تروح الأموال لمجموعة واسعة من التجار اللي ممكن هم يتنافسون بيناتهم يقللون من عملية الاحتكار. هذا المقترح هو سابق طبعا، هم اجى المقترح تقريبا في 2012، لكن ما يعني ما تقريبا يعني استجابة حسنة. طلع المالكي قال انت 12000 دينار، كانت مضحكة يعني 12000 دينار. نعم، وترى هي لليوم التخصيصات ماذا تزيد عن 10000 لليوم. يا استاذ نبيل، انا ليش انطي فلوس؟ بس اسمح لي، انا ال 12000 من انطيها بايد المواطن ما لها قيمة، لكن 12000 من استخدمها ضمن المجموعة استورد بيها مثلا قول 5 ملايين كيس شكر، ونزلها ضمن المجموعة من تنجمع فلوس ونزلها للسوق، اذا كيس الشكر سعره 50000 راح ينزل 15000. اذا انا هذا هو اللي سويته صحيح. انا ليش اطي المواطن فلوس؟ يعني هذا انا اشتري بيها كدولة واعزز بيها السوق المحلية واعزز التجار، انه دورهم انه راح يصير تنافس منطقي وعقلاني. بس ليش اطي يعني هذا هم يعني هذا استاذ نعم استاذ انور، اذا يعني ناقشنا هذا الموضوع يعني هم يفتح ابواب للفساد. يعني القصد انه انت تطي الاموال بشكل سيبة. مباشر اي تطي الاموال بشكل مباشر وتخلي الناس هو كل من يدير قضيه يعني قضيه اداره الاموال بشراء البطاقه التموينيه، وتحرص يعني باستثناء قضيه الطحين. ايش قد انت كل مواطن بتقديرك يعني انت كخبير اقتصادي، ايش قد انت كل مواطن بدال البطاقه مالتك؟ والله انت حتى لو تطيها هسه حتى لو تطيها نفس قيمتها اللي هي يعني تصفى 15000 دينار تقريبا لكل فرد، لو تعطي نفس قيمتها اللي اذا تصفى 15000 دينار للفرد اللي تصير لكل عائله بحدود يعني خلي تصير لهم 70000 80000 او اكثر. إيه؟ ماكو قد تنفعهم اكثر، قد تنفعهم اكثر اذا راحوا بشكل مباشر. طيب اذا انطي 70000 اذا انطي 70000 اسعار السله الغذائيه تقل بالسوق لو ترتفع لو شنو؟ مو اذا ما لا عزز ترتفع ولا تقل. لا اذا ما لها قيمه 70000، لان اذا انا ما اعزز السوق وانطي فلوس خساره. هي حاليا البطاقه التموينيه هسه من اذا اشتراها العائله اشترتها ترى ما راح تتجاوز هذا الرقم، يعني هسه من يشتريها بالعكس احتمال تكون هي في بعض الاحيان مكلفه اكثر. يعني انت نبيل اشتري من الدوله ب 15000 منطقي، لان الدوله مدعومه جات بعليها، بس مستحيل يشتريها بالسوق 150000. لا استاذ انور، هو دا يمنح تقريبا حاليا مع تحسن البطاقه، يعني مع تحسنها دا يعطيها لمده 6 اشهر، يعني 6 وجبات بالسنه او 8، يعطي 9 كيلوات للفرد، 9 كيلوات طحين، 1 لتر من الزيت، نص او نصف كيلو من البقوليات او كيلو من البقوليات، و3 كيلو تمن و1 كيلو شكر. هذه البطاقه ومعجون يمكن. تمام. يعني نعم. تبقى الافكار افكار لما نشوف التطبيق. شكرا للخبير الاقتصادي الاستاذ نبيل جبار علي، شكرا جزيلا لك استاذ نبيل، والله يبارك بيك وبجهودك ورصدنا مستمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.